بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس. We will complete the second lesson about unit 1 lesson 2. راح نكمل موضوعنا عن lesson 2 اللي هو وجود أدوات الوصف اللي هما الـ as, while, when, and، وتكلمنا عن معناهم وعن الأزمنة اللي تجي بعدهم وقبلهم، وذا في بداية الجملة أيضا تكلمنا عنه بشكل عام، وشرحت أيضا الـ past simple الماضي البسيط and past continuous الماضي المستمر اللي يربط هذه الأدوات مع الأزمنة، طبعا مع جملتين. فالـ as والwhile معناهم بينما، وين معناها عندما، أنت معناها وين، ذات عطف. زين، إذا أريد أستخدم الآز والواير في منتصف الجملة راح يجي قبلهم شنو؟ باس سيمبل ماضي بسيط، وبعدهم يجي لي باس كنتينوس ماضي مستمر. أوكي، ماضي بسيط سيمبل وبعدين ماضي مستمر. إذا أريد أستخدمهم في بداية الجملة as while، نفس اللي اجى بعدهم راح يجي بعدهم اللي هو الباس كنتينوس، وبعدين اخلي كوما استخدم الباس سمبل، فراح يجينا باس كنتينوس زمن في الماضي المستمر، بعدين اخلي شنو كوما، بعدين استخدم الباس سمبل اللي هو الماضي البسيط. اوكي، هاي بالنسبة للاس والوال. نجي الى نستخدم الوين والاند. الوين والاند راح يكونون معاكس للاز والواير، يعني اللي اجى بعد الاز والواير ما راح يجي وراء الوين والاند، يكون معاكس اله. اللي راح يجي وراها هو الباس سمبل، فراح يجي بعدهم شنو؟ باس سمبل ماضي بسيط، وقبلهم شنو يجينا؟ باس كنتينوس ماضي مستمر اللي يدل على الاستمرارية. هنا ماضي مستمر وماضي بسيط. زين، إذا أريد أخليه في بداية الجملة فقط، الوين اللي أخليها في بداية الجملة الآن ما يصير أخليها في بداية الجملة، فقط تجينا في المنتصف. أيضا نفس الحالة، اللي إجا بعدها راح يجي هو الباس سمبل، راح يجي بعدها باس سمبل اللي هو ماضي بسيط، بعدين أخلي شنو؟ كوما فارزة، وأكتب الباست كنتينوس اللي هو الماضي المستمر. طبعا شرحت أنا الماضي المستمر شنو صيغته والماضي البسيط شنو صيغته. زين، هسه شلون أنا أستخدم إنه يعني أعرف أحول هاي الجملة إلى باست سمبل لو أحولها إلى باست كنتينوس؟ طبعا راح أشرح لكم بالعربي على مود أوصل لكم الفكرة. عندنا شنو؟ كم حدث؟ حدثان. شقيت؟ اثنين حدثين، حدث أول وبعدين حدث ثاني. أوكي، فالحدث الأول هو يكون مستمر، يعني أنا مثلا جاي أقود السيارة، جاي أقود بالسيارة، إذا حدث شنو صار؟ مستمر. بعدين أثناء ما جاي أقود بالسيارة أكو مثلا طفل راد يعبر الشارع وأنا جاي أقود بالسيارة، رأسا شنو؟ راح أنا أتوقف وبعدين أخلي الطفل يعبر. فهنا معناها أنه الحدث الأول يقطع بحدث آخر، يقطع يعني ما راح يستمر الحدث، راح يقطع بحدث آخر اللي هو الحدث الثاني. فالحدث الأول راح يكون ماضي مستمر. شو يكون الحدث الأول؟ لازم ماضي مستمر يقطع بحدث آخر اللي هو ماضي بسيط، راح يكون الحدث الثاني هو ماضي بسيط. ناخذ مثال آخر أيضا باللغة العربية، مثلا أنا جاي أدرس الطلاب، من جاي أدرسهم الحدث شبيه مستمر. أوكي، شبيه الحدث مستمر، لكن يقطع هذا الحدث بحدث آخر. شنو هو الحدث الآخر؟ بثناء ما جاي أدرس أنا انطرق الباب، طالبة طرقت الباب. زين، أنا ما راح أكمل بعد الشرح، شو أسوي؟ أقطع الشرح، راح يقطع هذا الحدث تدريس.
بمن لو راح افتح الباب. اوكي، اتمنى يكون الشرح واضح. اخذ مثال اخر، مثلا انا جاي اشاهد التلفاز. اوكي، اذا مشاهد التلفاز بشكل مستمر، اثناء ما جاي اشاهد التلفاز شنو؟ اخي او اختي اتصل بي، فاذا انا شنو؟ قطعت مشاهدة التلفاز واجالي قطع بحدث اخر اللي هو الاتصال. فالحدث الاول شو يكون؟ لازم يكون ماضي مستمر يقطع بحدث ثاني اللي هو الماضي البسيط. اوكي، معنى الجملة هو ايضا راح يحدد لنا الزمن المعين. زين، ناخذ اكزامبل. مثلا اقول while I was watching TV, my sister rang me. هذا الاكزامبل انه شنو عندي؟ عندي الاداة وايل. وايل يجي بعدها شنو؟ باس كنتينوس، ماضي مستمر. زين، شنو الماضي المستمر؟ راح يكون الحدث الاول، اوكي، وبعدين اخلي كوما يجي وراها ماضي بسيط. الماضي البسيط راح يكون الحدث الثاني. يقول اثناء ما انا جاي اشاهد التلفاز ماي سيستر رانج مي، اختي اتصلت بي. فهنا اللي يوضح لي انه المعنى طبعا له دور. ومرات شنو يعطينا؟ اسئله الوزاريه تكون مختلفه، قد يعطيني الاداه بعد مثلا وايل ينطيني اياها مصححه، يعني مثلا كاتب اي واز واتشينج، والجزء الاخر لا، الفعل يعطيني اياه بين قوسين. هاي حاله. حاله ثانيه لا، بالعكس، ينطيني الجزء اللي بي وايل الفعل مجرد خالي من اضافه يعني اصححه، والفعل الاخر مسوي لي اياه ماضي بسيط. حاله اخرى يعطيني اياهم اثنيناتهم مثلا زمن ماضي بسيط، او اثنيناتهم زمن ماضي مستمر، او ينطيني الاداه في نهايه الجمله. هاي الأسئلة اللي تكلمت عنها راح كل واحدة أخذ عنها مثال واحد، وراح نعرف شلون نحلهم. أوكي، عن طريق مجموعة من الأسئلة. أوكي، if we come to the first question، راح نأخذ أول سؤال. مثلا هذا السؤال، yes، أريد تنتبهون لأن الموضوع دقيق، بس تفهمونه بشكل عام. راح أي جملة راح تجاوبون عنها حتى لو كانت خارج المنهج. اوكي، فاذا ناخذ مثلا هذا الاكزامبل، هي سكيت. بعدين هي فول اوفر. مثلا يقول لي جوين الجملة بمن؟ بوايل. زين، هسه اجي للمعنى وبعدين راح احول الجملة، الجملتين او ما احولهم يكون نفسهم، المهم نشوف. اول شيء عندي الواير، الواير شنو لازم يجي وراها؟ يجي وراها باس كنتينوس، ماضي مستمر، وبعدين يجي له باس سمبل، ماضي بسيط. زين، هنا الجملتين ما اعرف من هو اللي راح اسوي ماضي مستمر او اسوي ماضي بسيط. هنا وين راح يعتمد؟ راح يعتمد على المعنى. اشوف المعنى، هنا أنا معناها هي سكيت. سكيت معناها شنو؟ يتزحلق او يتزلج. اثناء ما كان يتزلج او يتزحلق ايش بيه؟ هو سقط، وقع يعني. فاذا هنا بالمعنى راح اعرف اثناء ما هو يتزحلق ايش بيه؟ سقط. اذا هذا شنو صار؟ هذا صار لحدث اول وهنا حدث ثاني. من عرفت الحدثين راح اعرف الزمنين. ليش؟ لان يعني الحدث الاول هو ماضي مستمر قطع بحدث اخر هو ماضي بسيط، يعني اثناء ما كان يتزحلق ما استمر بالتزحلق، ايش بيه؟ سقط. اوكي، فعرفت الحدث الاول والحدث الثاني، راح اعرف انه الحدث الاول شي يكون؟ يكون ماضي مستمر. اوكي، والحدث الثاني شي يكون؟ يكون ماضي بسيط. زين، شلون راح احل لهم؟ راح اخلي الواير سواء كان بالمنتصف او بالبدايه، بس شنو لازم؟ الزمن اللي بعدها يكون صحيح والجمله اللي بعدها تكون صحيحه. اذا اخليها في بدايه الجمله واير، اثناء ما شنو كان؟
كان شنو يتزحلق. فإذا هذا هي هاي راح تكون الجملة الأولى. ماضي مستمر أحولها أنزل الهي الماضي المستمر أما was were plus ving هو هذا الفعل أحوله أضيف له ing بس شنو لازم أخلي الفعل أما was أو were. الهي شنو تأخذ was. skate شنو أضيف لها راح أضيف لها ing طبعا الاي تحذف وبعدين أضيف ing. هاي الجزء الأول زين. الجزء الثاني he fall over سقط هذا فعل أيضا مجرد راح أحوله لازم إلى ماضي بسيط طبعا شاذ صير he fell over. زين أنا على مود أتأكد من جوابي صحيح أو لا راح أترجمه بالعربي. يقول أثناء ما كان يزحلق هو سقط. فإذا جوابي شبيه جوابي صحيح. هذا السؤال الأول. نجي إلى سؤال آخر. سؤال آخر مثلا نأخذ examples أيضا. يس طبعا نأخذ الوين الأداة وين هاي الجملة نأخذ الأداة وين. مثلا we speed. speed معناها يسرع. we speed when we see the police car. the police car she goes correct the form of the verbs. شنو correct هذا الصيغة the form of the verbs يعني شنو يقول لي صحح لي صيغة الجملتين الفعلين اللي موجودات عندي. زين شلون اصححهم؟ هنا أنا سهلة عندي مطين الأداة بالمنتصف راح أعرف شنو يجي بعدها وشنو يجي قبلها. بعدها شنو الزمن؟ ماضي بسيط لازم أوكي. وقبلها راح يكون الزمن ماضي مستمر. هنا أنا بعيدا عن المعنى رأسا القاعدة اللي أنا مطين الأداة رأسا. فشلون راح يكون الجواب؟ أنزل وي الماضي المستمر شنو أخلي where أوكي. أنزل أخلي where وبعدين speed شنو أضيف لها speeding أوكي. هاي خاف ما وافع هيك تنكتب أوكي. زين بعدين ننزل الأداة وين we see. see شو تصير تصير so هذا فعل شاذ أوكي. جوابها we saw the police car. اوكي نجي الى السؤال الثالث. السؤال الثالث مرات يجينا شنو يجينا مثلا اختيارات اوكي. ناخذ هذا الاكزامبل. يس thief took our clothes as we هنا راح يكون عندنا اختيارين. أما swam طبعا بالماضي أو were swimming. زين هنا أنا شو راح لي الاختيار؟ الاختيار عن طريق شنو؟ قاعدة. قاعدة شنو هي عندي؟ الأداة. الأداة اللي عندي هي as أوكي. الas زين هاي الas وضحت. زين شنو قبلها لازم الas مثل الوايل قبلها باست سمبل بعدين وراها باست كنتينوس جت لي بالمنتصف. زين شنو هذا ماضي بسيط فراح يجي بعدها شنو لازم ماضي مستمر. الماضي المستمر وين صرت سوام لو وير سويمينج راح يصير وير سويمينج اوكي. هاي ايضا بسيطه سهله النقطه وضحت. اتمنى يكون الشرح واضح اوكي. زين ايضا اخذ اكزامبل هاي الموت شنو اوضح الموضوع بشكل كامل. وطبعا هذا الكلام على الجمله المثبته والمنفيه والاستفهاميه اوكي.
زين اذا ناخذ مثلا هذا الاكزامبل I eat breakfast and a bird fly into the kitchen. سؤال شو يقول correct the form of the verbs. سؤال يقول correct the form of the verbs. Okay, correct the form. يعني شنو صحيح لي الأفعال بين الأقواس. Correct the form of the verbs. صحيح لي يعني صيغة الأفعال موجودة بين الأقواس. مية إيج فلان. شنو عندي الأداة؟ عندي and. فشنو راح يكون الجواب؟ يكون الجواب عندي الأنت راح يجي قبلها باس كنتينوس وبعدها باس سمبل. أوكي؟ فشو تصير الجملة؟ I تاخذ طبعا هذا باس كنتينوس أسوي was eating. بعدين أخلي breakfast والأداة and a bird. عندكم فلاي هذا أيضا فعل شاذ راح يصير فلو بالماضي البسيط. وكمل الجملة into the kitchen. أوكي هذا الجواب was eating وفلو. أوكي ناخذ أيضا example آخر. هذا أتمنى تنتبهون إليه. هاي النقطة اللي راح أكتبها نقطة مهمة وجتنا بالامتحان الوزاري مو نصا من التمارين لا اجى بيها شويه تغيير راح اكتبها هاي مهمه النقطه. اوكي سؤال luckily شريفه didn't drive very fast. Full stop. There, the child ran into the road. زين شنو المطلب؟ المطلب شو يقول؟ يقول yes join يعني الجملة أو الجملتين تستخدم لي أريد شنو؟ تستخدم لي أريد الأداة وين؟ أوكي؟ زين هنا شلون راح احل السؤال. بالنسبة للسؤال انتبهوا لي كلش زين. السؤال عندنا luckily معناها لحسن الحظ. شريفة didn't drive هذا الزمن شنو يا زمن؟ هذا الزمن شنو؟ ماضي بسيط. اوكي هذا الزمن ماضي بسيط. زين الجملة الأخرى the child run into the road ايضا شنو هاي الجملة run هذا الفعل ايضا شنو هو ماضي بسيط. زين اريد شنو اربطهم؟ اربطهم بالاداة وين. الاداة وين شنو اعرف انا انه يجي قبلها past continuous ماضي مستمر ويجي بعدها ماضي بسيط past simple واذا خليها بالبداية يجي بعدها ماضي بسيط past simple وبعدين past continuous. زين شلون انا اعرف يا جملة من الجملتين هي ماضي مستمر ومن الجملة اللي راح تبقى ماضي بسيط؟ هنا أنا راح يعتمد لي شنو؟ يعتمد لي على المعنى. اوكي هنا أنا ما صحح لي يعني مخلي لي بين قوسين قايل لي صحح الفعل منطيني جملتين كاملات ويقول لي اربطهم بوين فواحدة من الجملتين راح تتحول الى زمن اخر. هذا يعتمد على المعنى. لازم انا اعرف الحدث الاول من هو والحدث الثاني من هو. الحدث الاول شنو لازم يكون؟ يكون باست كنتينوس ماضي مستمر. ليش قلت لكم الحدث الاول مستمر ويقطع بحدث اخر شي يكون بسيط. زين الحدث الثاني شي يكون لازم ماضي بسيط اللي هو سمبل. هنا باست كنتينوس وهنا ايضا هنا باست سمبل. زين هسه اروح وين للمعنى. يقول لحسن الحظ شريفه didn't drive very fast لم تقود السياره بسرعة كبيرة.
هذا حدث. بعدين شو يقول the child run into the road، الطفل ايش بي ركض بالشارع. اذا فاثناء ما كانت شريفه تقود السياره شنو اكو طفل عبر الشارع او ركض للشارع. فنانا عرفت من خلال المعنى انه هاي الجمله هذا شنو هي، راح هاي هي الحدث الاول قياده السياره، وهذه الجمله the child run into the road هاي الحدث الثاني وهي شنو يعني ركض الطفل للشارع يركض بالشارع. فهنا هذا الحدث الاول ما استمر، توقف انقطع بحدث اخر اللي هو ركض الطفل بالشارع. زين هسه هنا عرفت الحدثين، الحدث الاول لازم شي يكون هذا شريفه didn't drive، لازم احوله الى زمن شنو مضارع مستمر شنو باست كونتينوس ماضي مستمر. هاي هيجي يعني اكتبها على جهة علمود تفهمون شلون صارت، وبعدين تحلون بشكل كامل. هاي شنو راح احولها، هذا ماضي بسيط مو راح احولها لازم علما الى مستمر. ليش؟ لانه الحدث الاول لازم يكون مستمر. زين شو اسوي انا المستمر؟ المستمر صيغتين فاعل سبجكت بعدين ووز وير بعدين شنو يس فعل بي اي ان جي. زين شلون احل هاي الجمله؟ انزل الفاعل نفسه شريفه، اوكي نزل الشريفه. زين شريفه مفرد لو جمع؟ مفرد. فمكان ديدنت شنو لازم اخلي ووز، شو يصير ووزنت، لان اريد اسوي شنو انا مستمر ماضي مستمر. مستمر صيغته فاعل وبعدين ووز وير هيك فاعل وبعدين ووز وير بعدين فعل بي اي ان جي. فعدي فعل هذا بالماضي البسيط didn't يتحول الى wasn't، هذا درايف فعل مجرد يتحول الى فعل بي اي ان جي درايفنج فيري فاست، فصار مستمر. زين راح اعيد كتابه الجمله باستخدام الاداه وين راح يجي قبلها باست كونتينوس وبعدها باست سمبل. حليت الباست كونتينوس والباست سمبل يبقى نفسه، فشنو راح يكون الجواب؟ راح يكون الجواب انزل luckily شنو راح يكون الجواب؟ هذا الجواب النهائي، اوكي luckily شريفة didn't drive هذا يتحول المنها wasn't driving very fast. اخلي الاداة شنو هي الاداة؟ وين شنو the child run into the road. اوكي هسه اعرف جواب صحيح او خطا، ايضا اروح من خلال المعنى واشوفه. الحدث الأول شنو هو؟ قيادة السيارة هذا اللي هو wasn't driving. الحدث الثاني ركض الطفل. زين شو أقول؟ بإثناء شريفة لم تقود السيارة عندما الطفل ايش بيه؟ ركض للشارع. فهذا الحدث الأول وهذا الحدث الثاني، هذا ما غيرنا ليش؟ لأن هو ماضي بسيط أصلا، الفيرب run هو ماضي بسيط فما يتغير. هذا بالنسبة لهذا موضوع أدوات الربط الاز وايل وين ام. اتمنى الشرح يكون واضح وماكو اي تقصير بالشرح، وايضا ان شاء الله اشرح التمارين وناخذ مجموعه من الاسئله الوزاريه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.